بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد سيشن جديده، سيشن نمبر 3. هناخد فيها ليسنز او تو ليسنز مع بعض، adding and subtracting fractions with alike denominators part 1 and 2. هنا بيقول لي انا عندي اول حاجه ناخدها اللي هي adding and subtracting fractions where denominator of one of them is a multiple of the other. يعني ايه؟ بص يا سيدي، لو جه قال لي مثلا عندي هنا تو فراكشنز زي دول، اول حاجه ببص عليها عشان اعرف عمليه الاديشن اند سبتراكتنج لازم اعمل حاجه. ايه هي الحاجه دي؟ لازم ابص على الدينومينيتور، لازم يكون الدينومينيتور هنا شبه الدينومينيتور هنا. طب انا دلوقتي مش شبهه اعمل ايه؟ قال لي ببص على الدينومينيتور الصغير. لو لقيت الدينومينيتور الصغير عندي اللي هو هنا مين، زي مثلا ده الفور، الفور دي نص الايت، قال لي اه يبقى من هنا الايت ده اهي عباره عن مالتيبل للفور من مضاعفاتها يعني. طب انا دلوقتي برضو اعمل ايه؟ ركز معايا، هلاقي دلوقتي ان الفور دي نص الايت، قال له اه تمام مفيش مشكله الفور دي نص الايت، او ممكن الفور ده اهي اوصلها للايت. يعني انا ممكن اقول له دلوقتي ادي 1 اوفر 4 اهي، هقول له ايكوال واخلي هنا الدينومينيتور بتاعها 8. بص يا سيدي، انا عندي هنا الفور مش قلت لك نص الايت؟ قال اه. يعني انا عشان اجيب من الفور للايت او عشان اوصل الفور اخليها 8 يبقى انا عملت لها ايه؟ قال لي مالتبلاي. مالتبلاي باي كام؟ قال لي مالتبلاي باي 2. يبقى طالما عملت لها هنا مالتبلاي باي 2 قال لي اعمل برضه مالتبلاي لل1 ده اهو باي 2، فيبقى 1 مالتبلاي 2 ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 2. يبقى من هنا ال1 اوفر 4 بقت ايكوال 2 اوفر 8. يبقى تاني انا هعمل ايه؟ قال لي والله اخلي الفور ده اهي عباره عن 8. ليه؟ لان الفور دي نص ال8 شبه دي، فاخلي التو دينومينيتورز ار ذا سيم، يعني اخلي ده شبه ده. تمام؟ تمام. من هنا بقى قال لي والله اخلي ال1 اوفر 4 ايكوال كام؟ هقول له اخلي الفور تبقى 8. طب انا عشان اجيب الفور 8 عملت لها ايه؟ قال لي قلت له مالتبلاي 2، يبقى هعمل هنا برضه اقول له 1 مالتبلاي 2، فيبقى 4 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 8. طب 1 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 2. من هنا بقى ابدا اعمل مين؟ الاديشن. هيبقى عندي هنا 5 اوفر 8 بلس بدل 1 اوفر 4 بقى، لا ده انا خلاص حولتها بقت 2 اوفر 8، بقت 2 مين؟ اوفر 8. يبقى من هنا اقول له ايكوال، انا عندي هنا التو دينومينيتورز شبه بعض، قال اه هنا 8 وهنا 8، خلاص يبقى احط الدينومينيتور زي ما هو 8، واجمع بقى النمريتور مع النمريتور، 5 بلس 2 ايكوال مين؟ قال ايكوال 7. يبقى الناتج طلع عندي مين؟ 7 اوفر 8. يبقى انا كده عملت له ايه؟ اول واحده اللي هي بتاعه الاديشن. طب بالنسبه للسبتراكتنج، قال لي انا كده كده ما بيفرقش معايا الاديشن من السبتراكتنج، يعني بعمل نفس الخطوات ونفس الستيبس دي بعملها هنا وهنا. ازاي؟ ركز معايا كده. لو جه قال لي انا عندي هنا 5 اوفر 6 ماينس 2 اوفر 3، هقول له هلاقي 3 دي نص ال 6، خلاص يبقى من هنا 2 اوفر 3 هقول له ايكوال واخلي الدينومينيتور بتاعها مين؟ قال لي 6. تمام. بعد كده هقول له والله انا عندي 3 دي عشان اجيبها 6 يبقى انا عملت لها ايه؟ قال لي مالتبلاي 2، يبقى هعمل فوق برضو ايه؟ مالتبلاي 2، فاقول له 2 مالتبلاي 2 ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 4. ليه انا خليتها 6؟ قال لي عشان الدينومينيتور هنا كان 6. تمام تمام. يبقى من هنا بقى ال 5 اوفر 6 ماينس بدل 2 اوفر 3، لا ده خلاص اتحولت بقت 4 اوفر 6. من هنا هلاقي الدينومينيتور بقى شبه الدينومينيتور، احط الدينومينيتور واطرح اقول له هنا حط ال 6 اهي شبه الدينومينيتور، وبعد كده اعمل عمليه سبتراكتنج عادي. انا هنا عملت بلس او عملت اديشن عشان هنا كان في بلس، هنا هعمل سبتراكت عشان هنا في ماينس، فاقول له بقى 5 ماينس 4 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 1. يبقى الناتج طلع عندي مين؟ 1 اوفر 6. نروح للكويشن اللي بعده. هنا برضو نفس النظام، بيقول لي انا بقى عندي اظن الموضوع بقى سهل 3 اوفر 5 وهنا 1 اوفر 10، هلاقي دي نص دي، خلاص يبقى من هنا 3 اوفر 5 هقول له ايكوال واخلي الدينومينيتور هنا مين؟ شاطر اخليه 10. هقول له انا عندي ال 5 ده ايه؟ بقى 10، يعني عملت لها مالتبلاي مين؟ مالتبلاي 2. يبقى اخلي ال 3 برضه مين؟ هقول له هعمل لها مالتبلاي 2 برضه. طالما عملت تحت مالتبلاي في عدد لازم اعمل فوق مالتبلاي في نفس العدد، فيبقى هنا 3 مالتبلاي 2 ايكوال 6. يبقى من هنا 3 اوفر 5 بقت خلاص عباره عن 6 اوفر 10 بلس هنا مين؟ هيبقى 1 اوفر 10 زي ما هي، واقول له ايكوال احط الدينومينيتور اللي هو 10 واجمع، يلا اقول له 6 بلس 1 قال لي ايكوال 7. يبقى الناتج طلع عندي مين؟ 7 اوفر 10. طب اللي بعدها نفس النظام، بيقول انا عندي هنا 7 اوفر 8 ماينس 3 اوفر 4، خلاص الاقي هنا ال 4 نص ال 8، يبقى من هنا اقول له على طول كده ادي 3 اوفر 4 اقول له ايكوال واخلي الدينومينيتور بتاعها 8 شبه الثاني، واقول له ال 4 هنا بقت 8 جبتها مالتبلاي مين؟ قال لي مالتبلاي 2، يبقى هنا برضو 3 دي هقول له مالتبلاي 2، فيبقى 3 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 6.
يبقى من هنا بقى انا عندي هنا هيبقى 7 اوفر 8 ماينس 3 اوفر 4 قال لي لا ده انا خلاص حولتها بقت عباره عن 6 اوفر 8 واقول له ايكوال. يلا اخلي الدينومينيتور شبه الدينومينيتور زي ما هو ما غيروش واقول له بعد كده عندي مين 7 ماينس 6 ايكوال مين قال لي ايكوال 1 يبقى الناتج طلع عندي مين 1 اوفر 8. نروح للكويشن اللي بعده هنا برضو نفس النظام بيقول انا عندي هنا 5 اوفر 16 وهنا 3 اوفر 8 ببص على الدينومينيتور الصغير هلاقي هنا 3 او ال 8 مين قال لي والله ده نص ال 6 خلاص يبقى من هنا هقول له ادي 3 اوفر 8 اقول له ايكوال واخلي هنا الدينومينيتور مين شاطر اخليه شبه الكبير اللي هو 16 واقول له يا سيدي انا عندي هنا خلي بالك معايا ال 8 قلت له مالتبلاي كام تدينا 16 قال لي مالتبلاي 2 طيب هنا قال والله يبقى انا هعمل لها برضه مالتبلاي 2 وهيبقى 3 مالتبلاي 2 ايكوال مين؟ قال ايكوال 6. يبقى من هنا بقى خلاص انا عندي هنا 5 اوفر 16 بلس هيبقى 6 اوفر 16. واقول له بقى ايكوال انا عندي هنا 16 الدنمريتور هيفضل زي ما هو واجمع مين؟ النمريتور مع الدنمريتور يبقى 5 بلس 6 ايكوال مين؟ قال ايكوال 11. يبقى انا الناتج طالع عندي مين؟ طالع عندي هنا 11 اوفر 16 وهو ده مين الفاينل ريزلت. خلي بالك بقى معايا في الكويشن اللي جاي انا عندي هنا بيقول لي 7 اوفر 9 ماينس 1 اوفر 3. خلي بالك بقى معايا انا هنا كنت بقول لك اللي هو لما يكون ده مالتيبل لده او ده نص ده خلي بالك مش شرط يكون عندي 3 تبقى نص 9 تمام او مش شرط عندي 3 تبقى نص الفراكشن الثاني اللي قصادها امال اعمل ايه؟ قال لي لما يكون انا عندي ال 3 دي ممكن اوصلها لل 9 يعني ال 3 دي ممكن اعمل لها مالتبلاي باي كام تدينا 9 شاطر ممكن اعمل لها مالتبلاي 3 لو ان لو قلت له 3 مالتبلاي 3 هتبقى ايكوال 9 صح؟ اه يبقى من هنا بقى هخلي ال 1 اوفر 3 ايكوال واخلي الدنمريتور ده شبهها اللي هو ال 9 واقول له بقى من هنا انا ال 3 ده ايه؟ خليتها 9 يعني عملت لها مالتبلاي مين؟ قال لي مالتبلاي 3 يبقى خلاص هعمل ده برضه ال 1 ده مالتبلاي 3 ويبقى 1 مالتبلاي 3 قال لي ايكوال 3 يبقى من هنا ال 1 اوفر 3 او ال 1 ثيرد طلعت 3 اوفر 9 يبقى من هنا اقول والله الناتج هيطلع عندي 7 اوفر 9 ماينس 3 اوفر 9 وساعتها اقول له ايكوال عندي هنا الدنومينيتور اخليه زي ما هو اللي هو ال 9 واقول له 7 ماينس 3 قال لي ايكوال 4 ايكوال مين؟ ايكوال 4 يبقى من هنا الناتج طلع عندي مين؟ 4 اوفر 9 ركز معايا تاني انا بقول مش شرط ده يكون نص ده انا بقول ده يكون مالتيبل لده يعني من هنا يعني ده ال 9 او ال 3 مضاعفاتها مين ال 9 ال 9 وال 6 وهكذا وال 12 وهكذا فانا ممكن اشوف ال 3 دي ممكن اوصلها لل 9 ولا لا او هقول لك حاجه تانية يا سيدي اسهل لو لقيت الفراكشن الكبير بيقبل القسم على الفراكشن الصغير يبقى من هنا ممكن اعمل مالتيبلاي للرقم ده في اي عدد يعني لو انا عندي مثلا هنا 16 وعندي هنا مثلا يا سيدي فوق فهلاقي ان 16 ده بتقبل القسم على فوق تمام او مش شرط نخليها 4 نخليها ايه نخليها 2 هلاقي دلوقتي ان هنا 2 وهنا 16 قال اه ابص ال 16 دي بتقبل القسم على 2 قال اه لو قلت له 16 ديفايد باي 2 ايكوال مين قال ايكوال 8 خلاص يبقى من هنا لما اخلي ال 2 ده هي شبه ال 16 هعمل لها مالتبلاي في ال 8 فيبقى ال 2 مالتبلاي في 8 هتبقى 16 زيها فهمت ازاي؟ ان شاء الله بالاكزامبلز اللي جايه هتفهمها اكتر واكتر ركز معايا كده هنا بيقول انا عندي هنا مين؟ قال والله 2 اوفر 7 وهنا 3 اوفر 14 ماشي هلا عندي هنا مين؟ خلي بالك ال 14 دي بتبقى القسم على 7 قال لي اه يا لو قلت له 14 ديفايد باي 7 ايكوال كام؟ لو قلت له 14 ديفايد باي 7 قال لي ايكوال 2 يبقى انا هعمل مالتبلاي لل 7 ده في 2 وهعمل مالتبلاي لل 2 ده هي برضه في 2 يبقى تاني هقول له ادي 2 اوفر 7 اقول له دلوقتي انا عندي ايه دي؟ هيخليها ايكوال 14 تمام بعد كده هعمل ايه؟ قلت له والله لما قسمت ال 14 ديفايد باي 7 قال لي ايكوال 2 خلاص يبقى اعمل هنا مالتبلاي 2 وهعمل هنا مالتبلاي 2 فيبقى 2 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 4 يبقى من هنا عندي 2 اوفر 7 طلعت لي مين؟ ب 4 اوفر 14 بلس 3 اوفر 14 من هنا هلاقي النمريتور شبه النمريتور او الدنمريتور شبه الدنمريتور خلاص احط الدنمريتور زي ما هو واعمل عمليه ادنج يلا هيبقى 3 بلس 4 او 4 بلس 3 ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 7 يبقى الناتج طلع عندي مين؟ طلع عندي 7 اوفر 14 طب ما انا عندي 7 اوفر 14 يعني اللي فوق نص اللي تحت قال اه يعني دي ممكن تكون ايكوال هاف صح ولا لا؟ قال اه يبقى طالما اللي فوق نص اللي تحت يبقى دي ايكوال هاف طب اللي بعدها بقول انا عندي هنا مين؟ 7 اوفر 10 ماينس 1 اوفر 5 خلاص ما فيش مشكله
انا عندي والله اول حاجه بص ممكن الاقي ال 5 دي نص التين، يبقى من هنا ال 1 اوفر 5 اقول له ايكوال، اخلي ال 5 ده هي تين ازاي؟ هقول له والله اول حاجه لما قلت له مالتبلاي باي 2 يبقى 5 مالتبلاي باي 2 قال لي ايكوال 10. طب من هنا قال لي برده نفس النظام، هقول له مالتبلاي مين؟ مالتبلاي باي 2، ويبقى 1 مالتبلاي باي 2 قال لي ايكوال 2، يبقى 1 اوفر 5 اتحولت ل 2 اوفر 10. خلاص من هنا بقى ابدا اعمل سبتراكتنج، اقول له يبقى من هنا 7 اوفر 10 ماينس بدل 1 اوفر 5 لا ده هتبقى 2 اوفر 10، اقول له ايكوال. عندي هنا الفراكشن هنا او الدينومينيتور هنا في زي بعضه اللي هو 10 خلاص، واقول له 7 ماينس 2 قال ايكوال 5، هلاقي اللي فوق نص اللي تحت، ال 5 نص مين؟ ال 10، يبقى من هنا اقول له والله ديت عباره عن الهاف. تمام كده؟ تمام. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بقى هنستخدم حاجه ثانيه اسمها المودلز لما احب اعمل عمليه ادينج. بص يا سيدي او عمليه سبتراكتنج هي هياها مش فارقه. بص انا كده كده عندي الموديل ده اهو اخليه زي ما هو. هنا بيقول لي انا عندي مين؟ بيقول لي والله انا عندي هنا 5 اوفر 8 وهنا قال لي 1 اوفر 4. عشان لو جابها لي بس كل اللي عليا ان انا هكتب هجيب له، يعني مثلا نفترض ان هو جاب لي الموديل ده زي ما هو كده من غير ما يجيب لي الفراكشنز اللي مكتوبه تحته. تمام؟ تمام. يبقى انا نفترض ان هو جاب لي مين؟ الموديل زي ما هو كده من غير ما يجيب لي الفراكشن اللي تحته. خلاص كل اللي عليا ان انا هطلع الفراكشن ده، هطلع من هنا فراكشن واطلع من هنا فراكشن، اشوف اول حاجه هم دول كلهم على بعضهم كام؟ ابدا اعد 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى خلاص من هنا ده هيبقى الدينومينيتور 8. طب كام واحده كولر؟ اعد 1 2 3 4 5، يبقى من هنا 5 اوفر 8. طب ده هقول والله انا عندي كلهم اعدهم 1 2 3 4، يبقى هنا الدينومينيتور 4. بعد كده هعد بقى الملون اهي ده 1 يبقى 1 اوفر 4. وعندي هنا بلس بقول له بلس، يبقى من هنا انا جبت الفراكشن. خلاص بعد ما جبت الفراكشن ابدا اعمل لهم عمليه ادنج او سبتراكتنج على حسب اللي موجود عندي. هنا بلس يبقى اعمل بلس. بعد كده اقول له انا عندي هنا مين؟ الفور ده هي نص الايت، يبقى من هنا اقول له الفور او 1 اوفر 4 ايكوال واخلي الدينومينيتور 8. اقول له بقى الفور ده هي خليتها 8 يعني عملت لها ايه؟ قال لي مالتبلاي 2، يبقى هنا نفس النظام هقول له مالتبلاي 2. 4 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 8، طب 1 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 2. يبقى من هنا ال 5 اوفر 8 بلس بدل 1 اوفر 4 لا ده انا حولتها بقت 2 اوفر 8، واقول له ايكوال، اخلي الدينومينيتور 8 زي ما هو واقول له 5 بلس 2 قال لي ايكوال 7، يبقى الناتج طلع عندي مين؟ 7 اوفر 8. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بقول انا عندي برضه نفس النظام، ممكن ما كانش يجيب لي مين؟ الموديل ده بالفراكشنز بتاعته، كان ممكن يجيبه لي زي ما هو كده بس وخلاص ويقول لك انت اعمل ايه؟ عمليه السبتراكتنج. تمام؟ تمام. نفترض انها مش موجوده، اقول له والله خلاص انا عندي اهو الموديل ده اعد كلهم على بعضهم، ادي 1 2 3 4 5 6 يبقى كله 6. طب كام واحده كولر؟ اعد او شيدد 1 2 3 4 5، يبقى من هنا 5 اوفر 6. اقول له ماينس، اعمل عمليه مين؟ اقول له برده هنا عندي الفراكشن ده اعدهم 1 2 3 يبقى كلهم على بعض 3. طب كام واحده كولر؟ ادي 1 2، يبقى من هنا 2 اوفر 3. خلاص يبقى من هنا بقى احول ال 2 اوفر 3 ده اهي لحاجه للدينومينيتور بتاعها هيكون 6. خلاص يبقى ادي 2 اوفر 3، اقول له والله ادي ايكوال 6. خلي بالك معايا، هقول له دلوقتي 3 بقت مين؟ 6، يعني عملت لها مالتبلاي مين؟ مالتبلاي 2، يبقى من هنا 2 ده اهي هقول له مالتبلاي 2 برضه، فيبقى 2 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 4، يبقى من هنا 5 over 6 minus بدل 2 over 3 لا والله هتبقى هنا مين؟ 4 over 6. واقول له ايكوال، عندي الدينومينيتور شبه الدينومينيتور يبقى احطه واعمل عمليه سبتراكتنج، اقول له 5 minus 4 equal 1، يبقى الناتج طلع عندي مين؟ 1 6. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بقى هنستخدم حاجه ثانيه. بص يا سيدي انا كده كده ما عنديش مين؟ قال لي والله لا ده انا عندي هنا ده مش مالتيبل لده. تمام؟ تمام. وعندي كمان ان الفراكشن ده مثلا مش نصه او مش ما ينفعش مثلا اعمله مالتبلاي في حاجه. طب انا هنا هعمل عمليه الادنج ازاي او السبتراكتنج ازاي؟ قال لي ركز معايا، هنا هستخدم حاجه احنا كنا بنستخدمها في الترم الاول اسمها ال سي ام او الليست كومن مالتيبل. الليست كومن مالتيبل كنا بنجيبها ازاي؟ كنت بقول له اول حاجه والله انا عندي ال 15 ده اهي، انا كده كده ما عنديش الدينومينيتور شبه الدينومينيتور يعني ما ينفعش اعمل عمليه ادنج او سبتراكتنج. فانا كنت بقول له بجيب الليست كومن مالتيبل بقول له ال 3 ده او ال 15 ده عباره عن مين؟ قال لي 3 مالتبلاي ال 5، كده انا جبتها للبرايم فاكتورز بتاعتها. طب ال 10؟
قال والله برضه عباره عن ال 2 مالتبلاي ال 5. من هنا كنت بقول له ال 10 اهي وادي ال 15 اهي. وقال له هنا ايكوال، بس ركز معايا بقى كده. انا عندي ال 15 او ال 10 كانت عباره عن كام؟ قال والله ال 2 مالتبلاي 5، يبقى ادي ال 2 وبعد كده مين؟ ال 5. طب هنا عندي ال 3 او ال 15 قال عباره عن 3 مالتبلاي 5، خلاص يبقى اقول له هنا خلي بالك معايا انا هنا 2 في حاجه 2 زيها هنا في تبع ال 15؟ قال لي لا. طب هنا في 5 زيها؟ قال له اه في 5 اهي، يبقى اكتب هنا ال 5. بعد كده اكتب هنا ال 3. مش شرط يكونوا ورا بعض، ركز بقى معايا وخلي بالك معايا. كنت بقول له من كل اثنين فوق بعض شبه بعض باخد واحده، يعني انا عندي هنا ال 2 في حاجه 2 زيها؟ قال لي لا ده ما فيش حاجه زيها، يبقى باخد طالما ما فيش حاجه زيها. كان عندي هنا 5 وهنا 5، في واحد ممكن يقول لي هاخد الاثنين مع بعض، اقول له لا هاخد واحده بس، ناخد واحده بس منهم 5 و5. اه اخد واحده بس، يبقى اقول له هنا مالتبلاي ال 5. بعد كده هنا 3 في حاجه زيها؟ قال لي لا، يبقى اخد باخدها زي ما هي، يبقى اقول له مالتبلاي 3. يبقى من هنا بقى الليست كومن مالتيبل ايكوال مين؟ خلي بالك معايا هنا الليست كومن مالتيبل، اقول له ايكوال ال 2 مالتبلاي 5 قال لي ايكوال 10، 10 مالتبلاي 3 قال لي ايكوال 30، ايكوال مين؟ ايكوال 30. يبقى من هنا الليست كومن مالتيبل طلع 30، يبقى انا هخلي ال 5 او ال 15 ده اهي هتبقى 30، وهخلي ال 10 دي هتبقى مين؟ هتبقى 30 برضه. يبقى من هنا بقى 3 اوفر 10 اهي، ركز معايا، اقول له ايكوال واخلي الدينومينيتور 30. ال 10 عشان اخليها 30 يبقى انا عملت لها مالتبلاي باي كام؟ قال لي مالتبلاي باي 3. 10 مالتبلاي 3 ايكوال 30، يبقى هنا هقول له برضه مالتبلاي 3، وهيبقى 3 مالتبلاي 3 ايكوال 9. طب اللي بعدها انا عندي مين؟ قال 4 اوفر 15 اهو، يبقى ده عندي هنا ال 15 اهي وهنا الفوق. اقول له والله ايكوال واخلي الدينومينيتور مين؟ قال لي 30. ركز معايا ال 15 دي خليتها 30، يعني عملت لها مالتبلاي باي مين؟ اهو لو ركزت هنا 3 مالتبلاي 5 قال لي ايكوال 15، 15 مالتبلاي 2 ايكوال 30، يبقى انا هنا كاني عملت له مالتبلاي 2. يبقى فوق برضو هقول له والله مالتبلاي 2، وهيبقى 4 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 8. يبقى من هنا انا عندي في 2 فراكشنز طلعوا جداد، ايه هم؟ طلع عندي ال 9 اوفر 30 وال 8 اوفر 30، دول اللي اجمعهم مع بعض. يبقى من هنا بقى ال 3 اوفر 30 طلعت، او 3 اوفر 10 طلعت عباره عن 9 اوفر 30 بلس بدل 4 اوفر 15، لا ده هتبقى 8 اوفر 30. من هنا خلي الدينومينيتور شبه الدينومينيتور، اه يبقى اكتب الدينومينيتور زي ما هو، واقول له يلا 9 بلس ال 8 ايكوال كام؟ قال ايكوال 17، ايكوال مين؟ ايكوال 17، يبقى الناتج طلع عندي 17 اوفر 30. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بقى ركز معايا برضو، ممكن اجيب مين؟ المالتيبل، وفي طريقه ثانيه بستخدمها وممكن اوقات بتكون سهله، هقولها لك دلوقتي. لما يكون عندي، احنا كده كده هنحل بالاثنين ان شاء الله، هحل بدي واحل لك بطريقه ثانيه دلوقتي اسهل برضو. بس الطريقه الثانيه اسهل، دي بتنفع لما يكون عندي الدينومينيتور ارقام صغيره، ممكن شبه ال 8 وال 16، هي بتنفع في كله، ولكن انت عشان طالب في جريد 5 لسه يا دوبك دي هتبقى كبيره عليك، لا ده انا هعملها حاجه بسيطه بس هتبقى ارقام صغيره، ازاي؟ ركز معايا كده. انا عندي هنا ال 8 وعندي هنا ال 6، خلاص يبقى اقول له والله ال 8 ده اهي عباره عن كام مالتبلاي كام الاول؟ هيبقى هنا 2 مالتبلاي 4، وال 4 اللي عباره عن 2 مالتبلاي 2. طب ال 6 او 6 هي عباره عن كام؟ قال والله 6 دي عباره عن 2 مالتبلاي 3، خلاص يبقى من هنا 6 ومن هنا 8، 6 دي قلنا 2 مالتبلاي 3. طب 8 قال والله ده فيها 2، في حاجه ثانيه زيها هنا؟ قال لي لا، يبقى اقول له هنا 2 وبعد كده 2. بعد كده هقول له الليست كومن مالتيبل، من كل اثنين شبه بعض باخد واحده، بقول له الليست كومن مالتيبل ايكوال، عندي هنا 2 و2 قال لي خلاص فوق بعض وشبه بعض خد واحده منهم، اقول له مالتبلاي. ال 3 في حاجه شبهها؟ قال لي لا، يبقى اكتبها. ال 2 هنا في حاجه فوقها شبهها؟ قال لي لا، يبقى اكتب مالتبلاي 2. هنا دي في حاجه فوقها شبهها؟ قال لي لا، يبقى اكتب برضه مالتبلاي 2. تمام؟ تمام. بعد كده بعمل ايه؟ قال لي اعمل لهم كلهم مالتبليكيشن في بعض. يلا بقى اقول له هنا 2 مالتبلاي 2 قال لي ايكوال 4، 4 مالتبلاي 3 قال لي ايكوال 12، 12 مالتبلاي 2 ايكوال مين؟ شاطر، ايكوال 24. او لو مش عارف ابداها من هنا، هيبقى 2 مالتبلاي 3 ايكوال 6. وهنا 2 مالتبلاي هيبقى دي 6 مالتبلاي 2 مالتبلاي 2 ايكوال 4، 4 مالتبلاي 6 ايكوال كام؟ قال لي 24. تمام كده فهمناها؟ تمام. بعد كده اعمل ايه؟ ركز معايا، يبقى انا هنا عندي طلعت لي 24، يبقى اخلي الدينومينيتور ده 24 واخلي ده برضه 24، يبقى من هنا 7 اوفر 8، اقول له ايكوال واخلي الدينومينيتور كام؟ شاطر 24. واقول له بقى ال 8 ده اهي عشان اخليها 24 عملت لها ايه؟ قال لي مالتبلاي 3، يبقى هنا برضه اقول له مالتبلاي 3، ويبقى 7 مالتبلاي 3 ايكوال كام؟ هيبقى ايكوال 21. وهنا ال 1 اوفر 6
اقول له والله هخليها هنا برضو ميل مالتي 24، الدنوميتور 24، واقول له 6 ده عشان اخليها مالتي اخليها 24، يبقى قلت له مالتي بلاي 4، يبقى هنا برضو هقول له مالتي بلاي مين، هقول له مالتي بلاي 4، والمالتي بلاي 4 الايكوال 4. خلاص بقى دلوقتي المساله اتغيرت، يبقى اقول له انا عندي هنا مين، يبقى انا عندي هنا دلوقتي بقى عباره بدل 7 اوفر 8 لا ده هتبقى 2 او 21 اوفر مين 24 ماينس 4 اوفر 24. تمام كده؟ تمام. بعد كده اعمل ايه؟ قال الموضوع سهل بقى خلاص، هنا الدنومينيتور بقى شبه الدنومينيتور، يبقى اقول له ايكوال واحط الدنومينيتور زي ما هو 24، واقول له 24 ماينس 4 او 21 ماينس 4 ايكوال كام؟ لو انا مش عارف ابدا انقص، يبقى اقول له والله انقص واحده هتبقى كام؟ 20، بعد كده ناقص واحده كمان شاطر هتبقى 90 بعد او 19، بعد كده ناقص واحده كمان هتبقى 18، بعد كده ناقص واحده كمان هتبقى كام؟ 17. يبقى انا كده نقصت 4، يبقى انا كده نقصت مين؟ 4، يبقى الناتج طلع عندي هنا مين؟ شوت 17 اوفر 24. تمام؟ في طريقه ثانيه بقى وهقول لك دلوقتي عليها، ايه هي الطريقه دي؟ قال لي والله الطريقه دي اسمها طريقه صاروخ ارض جوي، ازاي؟ ركز معايا كده. حللك بقى المثال ده وممكن ان شاء الله نحل بقى امثله جايه. بص يا سيدي، انا عندي هنا بعمل ايه طريقه الصاروخ ارض جوي دي ازاي؟ قال لي انا عايز اجيب الكومن جنريتور هنا هم ليهم هم الاثنين، بعملها ازاي؟ قال لي الموضوع سهل. ركز كده معايا. قال لي والله انا بقول صاروخ ارض جوي، الارضي يعني بعمل الاثنين ده هم في بعض، بعمل لهم مالتي بلاي، فيبقى 6 مالتي بلاي 8 ايكوال كام؟ قال لي 48. تمام كده؟ تمام. يبقى انا عندي هنا الدينومينيتور هيبقى 48 وهنا ماينس الدينومينيتور برضه هيكون كام؟ قال لي والله برضه 48 بس. طب بعد كده قال لي الموضوع سهل بقى. بقول له 6 مالتي بلاي 7 ايكوال كام؟ قال لي 42. طب هنا 8 مالتي بلاي 1 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 8. بس كده خلاص؟ قال لي اه بس كده. يبقى من هنا بعد ديت شبه دي، محدش يقول لي لا هتطلع غلط او هتطلع مش شبهها، اقول لك لا ركز معايا ده هتطلع هي هي كمان بالظبط. هقول لك ازاي. انا اول حاجه عملتها قلت له والله عملت مالتي بلاي للتو دينومينيتورز ده هم في بعض، 6 مالتي بلاي 8 قال لي ايكوال 48. بعد كده بقول له بقى الجو هنا، اقول له بقى 6 مالتي بلاي 7 واخلي دي زي ما هي مكانها على الشمال. بعد كده قال لي الثانيه نفس النظام، هقول له مين؟ 8 مالتي بلاي 1، 8 مالتي بلاي 1 ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 8. يبقى من هنا بقى اقول له الناتج طلع معايا كام؟ احاول اخلي الدينومينيتور زي ما هو اللي هو ال 48. بعد كده هقول له ال 42 ماينس ال 8 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 34. ايكوال مين؟ 34. لو انا جيت اعمل لها عمليه ديفيجن، لو خلي بالك بقى معايا، لو انا جيت اعمل عمليه ديفيجن هقول له والله انا عندي هنا هقسم مين؟ قال لي ده عباره عن ايفن نمبر وده ايفن نمبر، لو قلت له ممكن الاثنين يقبلوا اسم على 2 وهنا يقبل اسم على 2. ساعتها اقول له ايكوال 34 لما تقسمها على 2 هتطلع كام؟ قال لي 17، و48 لما تقسمها على 2 قال لي هتطلع 24. قلت لك ممكن تكون دي صعبه لو الدينومينيتور بتاعها هيطلع كبير، لو الدينومينيتور صغير ان شاء الله دي هتكون سهله جدا يعني. نروح للكويشن اللي بعده. اهي دي بقى ممكن تنفع هنا طريقه الصاروخ ارض جوي، واقول لك ازاي. ركز معايا، انا عندي هنا مين؟ قال عندي هنا 6 وهنا 3، خلاص يبقى الدينومينيتور هنا حاجات بسيطه. يبقى انا من هنا هعمل الصاروخ الارض الجوي هضربهم في بعض، 3 مالتبلاي 6 ايكوال كام؟ قال ايكوال 18. يبقى انا هخلي هنا الدينومينيتور 18 واقول له بلس واخلي الدينومينيتور هنا برضو 18. بعد كده هقول له والله انا عندي هنا 3 مالتبلاي 1 قال ايكوال 3، 6 مالتبلاي 1 شاطر ايكوال كام؟ قال ايكوال 6. يبقى اقول له ايكوال اخلي الدينومينيتور زي ما هو 18 واقول له 3 بلس 6 قال ايكوال 9. دلوقتي هلاقي ال 9 نص ال 18 صح ولا لا؟ قال اه. يبقى من هنا هعمل ايه؟ طالما اللي فوق نص اللي تحت يبقى دي كانه بقول له ايكوال هاف. طب اللي بعدها قال لي برضه دي تنفع الصاروخ ارض جوي تنفع هنا عشان الدينومينيتور هنا صغيرين. ليه؟ بالنسبه لك انت كطالب في جريد 5 لا هتبقى ديت مين؟ بالنسبه لك حلو. بدل ما اجيب اللوست كومن مالتيبل والمساله تكبر. فاقول له انا عندي هنا مين؟ هقول له والله انا عندي هنا التو فراكشنز او التو دينومينيتور دول اعمل لهم مالتي بلاي في بعض. 2 مالتبلاي 8 ايكوال كام؟ قال ايكوال 16. يبقى من هنا هخلي دي 16 واخلي دي كمان ماينس واخلي دي 16. يلا واقول انا عندي هنا مين؟ هيبقى 2 مالتبلاي 7 ايكوال مين؟ قال ايكوال 14. ماينس هنا 8 مالتبلاي 1 ايكوال مين؟ هقول له ايكوال 8. يبقى من هنا الناتج طلع عندي 14 ماينس 8 ايكوال كام؟ قال ايكوال 16 او ايكوال 6، وهنا ال 16 زي ما هي. هقول والله انا عندي الدينومينيتور هنا ممكن يبقى الاسم على مين؟ على ال 2، يبقى ادي 6 اوفر 16، واقول اللي فوق يبقى الاسم على ال 2، واللي تحت برضه قال بيبقى الاسم على ال 2 عشان ده مين؟ ايفن نمبر وهنا ايفن نمبر. يلا 6 اوفر ديفايد باي 2 ايكوال كام؟ قال ايكوال 3، وهنا
16 ديفايد باي 2 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 8. ايكوال مين؟ ايكوال 8. يبقى الناتج طلع عندي كام؟ 3 اوفر 8. في واحد كان يقول لي احنا ممكن نحل دي بالطريقه اللي خدناها في الاول، ازاي؟ ركز معايا كده. قال لي ممكن اعمل ايه؟ قال لي ممكن يا سيدي، مش انا عندي هنا ال 8 ده اهي او ال 2 ممكن اخليها 8؟ قال لي اه، لو عملت لها ملتبلاي مين؟ قال لي ملتبلاي باي 4. يبقى من هنا اخلي ال 1 اوفر 2 ايكوال، واخلي هنا الدينومينيتور 8 زيها. بقول له يلا ال 2 دي عشان اعمل لها 8 جبتها 8 هتبقى ايه؟ ملتبلاي 4. يبقى من هنا ال 1 هقول له ايه؟ برضه ملتبلاي 4. 1 ملتبلاي 4 قال لي ايكوال 4. تمام؟ تمام. يبقى انا عندي دي عباره عن مين؟ شاطر، بقت عباره عن اهو، نمسح دي بقى، نظن انت خلاص فهمتها. خلاص اقول له من هنا بقى انا عندي هنا هتبقى دي عباره عن مين؟ شاطر، هتبقى 3 اهو، هتبقى دي عباره عن مين؟ هيبقى 7 اوفر 8 ماينس 4 اوفر 8، واقول له ايكوال، اخلي الدينومينيتور شبه الدينومينيتور، اه يبقى اقول له لقيت اهي، و7 ماينس 4 قال لي ايكوال 3. دي برضو كانت ممكن تتحل زيها، نمسحها كمان ونحلها زيها. قال لي ال 3 ده اهي ممكن تبقى 6 او 3 نص ال 6. يبقى من هنا هقول له والله انا عندي هنا ال 1 ثيرد، اقول له ايكوال واخلي الدينومينيتور بتاعها 6. واقول له 3 ملتبلاي كام يدينا 6؟ قال لي ملتبلاي 2. يبقى هنا برضو اقول له 1 ملتبلاي 2 هتبقى 2. يبقى هنا 1 اوفر 6 بلس 2 اوفر 6. ساعتها اقول له ايكوال، هيبقى طلع لي عندي هنا مين؟ احط الدينومينيتور زي ما هو 6 واقول له 1 بلس 3 او 1 بلس 2 ايكوال 3. اللي فوق نص اللي تحت، يبقى دي ايكوال مين؟ هاف. نفس الكوز، نفس الانسر بتاعت اللي فات. نروح للكويشن اللي بعده. الكويشن اللي بعد كده بيقول لي انا عندي هنا مين؟ قال لي 3 اوفر 8 وهنا 1 اوفر 3. خلاص ما فيش مشكله، انا ممكن اعملها بطريقه مين؟ قال لي الصاروخ ارض الجو اسهل، عشان ال 3 دي ما ينفعش اعمل لها ملتبلاي في حاجه تدينا 8. يبقى من هنا هقول له والله اعملها بطريقه الصاروخ، اقول له اعمل حاجه الاثنين دول ملتبلاي في بعض. اقول له 8 ملتبلاي 3، شاطر، قال لي ايكوال مين؟ 24. يبقى اخلي هنا ده 24 بلس، واخلي ده برضو هنا في الدينومينيتور 24. تمام؟ تمام. بعد كده هقول 3 ملتبلاي 3 قال لي ايكوال 9. بعد كده 8 ملتبلاي 1 قال لي ايكوال 8. يبقى من هنا هقول له الناتج طلع عندي مين؟ اقول له ادي 24 اهي زي ما هي. ويلا 9 بلس 8 ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 17. يبقى الناتج طلع عندي 17 اوفر 24. تمام كده؟ تمام. طب اللي بعدها قال لي نفس النظام، هل ال 6 دي ممكن اعمل لها ملتبلاي في حاجه؟ تدينا هنا ال 9؟ قال لي لا. طب اعمل ايه؟ قال لي ممكن اعمل لها برضه عن طريقه الصاروخ، اقول له اعمل الاثنين دول ملتبلاي في بعض. يبقى اقول له 9 ملتبلاي 6 ايكوال مين؟ قال لي 54. ايكوال مين؟ 54. ماينس، واخلي هنا برضه الدينومينيتور 54. واقول له يلا 6 ملتبلاي 7 قال لي ايكوال 42. وهنا 1 ملتبلاي 9 قال لي ايكوال مين؟ ايكوال 9. خلاص اخلي الدينومينيتور شبه الدينومينيتور. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل سبتراكتنج، بقول له والله اكتب هنا ال 54. بعد كده اقول له انا عندي مين؟ قال والله انا عندي هنا 42 ماينس مين؟ قال لي ماينس ال 9 ماينس ال 42 ماينس ال 9 ايكوال مين؟ اهو يدينا مين؟ قال لي 33. يبقى من هنا الناتج طالع عندي مين؟ 33 اوفر 54. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بقى ركز معايا، انا عندي هنا بيقول لي مين؟ قال لي 2 اوفر 5 بلس 3 اوفر 8 بلس 1. دلوقتي انا عندي، خلي بالك معايا، ال1 ده اخلي بالي منه، ماليش دعوه بيه دلوقتي، ماليش دعوه ايه بيه دلوقتي. طب اعمل ايه يا مستر؟ قال لي كل اللي عليا الاثنين ده هم، عايز اجيب لهم كومن مالتيبل، او عاوز اجيب لهم كومن دينومينيتور. عايز اجيب لهم ايه؟ كومن دينومينيتور. اجيب لهم ازاي؟ قال لي ممكن اعمل لهم الاثنين مالتيبلاي في بعض بس وخلاص. الله، بس كده. يبقى من هنا هخلي مين؟ هخلي ديت ال5 مالتيبلاي 8 قال لي ايكوال 40. ال5 مالتيبلاي 8 ايكوال 40. او ممكن اجيبها له بطريقه ثانيه، ازاي؟ اقول له والله انا عندي هنا ال 3 او عندي هنا ال 8 هيبقى عباره عن مين ملتبلاي مين؟ قال لي ايكوال 3 او 2 ملتبلاي 4، وال 4 عباره عن 2 ملتبلاي 2. طب ال 5 قال لي والله عباره عن ال 1 ملتبلاي 5، مالهاش حاجه ثانيه. يبقى من هنا ادي ال 8 وادي هنا ال 5. اقول له ال 8 دي عباره عن 2 ملتبلاي 2 او 2 و2، بعد كده مين؟ ال 2 كمان. طب ال 5 قال لي عباره عن 1 ملتبلاي 5، ال 1 ما بتكتبش. طب في هنا 2 زيها مثلا هنا تبع ال 5؟ قال لي لا، يبقى اكتب ال 5 هنا بعيد شويه. بعد كده قال له والله اعمل لهم الاثنين كلهم ملتبلاي في بعض. يلا او اقول ليست كومان مالتبل، ليست كومان مالتبل ايكوال ال 2 دي في حاجه شبهها؟ قال لي لا، يبقى اخد ال 2. ال 2 دي في حاجه تحتها هي كمان؟ قال لي لا، يبقى اخد هنا ال 2 برضه ملتبلاي 2. ال 2 دي في حاجه شبهها تحت؟ قال لي لا، يبقى اخد واحده بس برضه او اكتبها زي ما هي ال 2. ال 5 دي في حاجه فوقيها وشبهها؟ قال لي لا، يبقى اكتب هنا مين؟ 5. بعد كده اعمل لهم كلهم ملتبلاي في بعض، هيبقى 2 ملتبلاي 2 قال لي ايكوال 4، 4 ملتبلاي 2 ايكوال 8،
8 multiply 5 equal 40. يبقى من هنا خلي الدينومينيتور كله 40. يبقى من هنا عباره بقى 2 over 5 هتبقى مين 40. بعد كده انا اقول له ال 5 ده خليتها 40 يعني عملتها multiply مين؟ قال لي multiply 8. يبقى من هنا دي برضه هقول له multiply 8. multiply مين؟ multiply 8. و 2 multiply 8 قال لي equal 16. طب بعد كده قال لي 3 over 8. اقول له equal واخلي مين؟ الدينومينيتور مين؟ شاطر اخليه 40. من هنا بقى ال 8 ده بقت 40 يعني عملت لها ايه؟ عملت لها multiply. multiply by مين؟ multiply by 5. يبقى 3 دي برضه اقول له multiply by 5 و 3 multiply 5 قال equal 15. يبقى من هنا ديت بقت 16 over 40 وهنا 15 over 40. طب خلي بالك معايا انا عندي هنا ال 1، ال 1 ده خليه ايه؟ قال لي عباره برضه عن fraction بس النمريتور بتاعه بيكون شبه الدينومينيتور. انا عندي الدينومينيتور هنا مين؟ قال لي 40. يبقى خلي الدينومينيتور هنا 40. طب طالما الدينومينيتور 40 يبقى خلي برضه النمريتور زيه 40، اللي فوق شبه اللي تحت. طب انا ليه بخدت 40 over 40؟ قال لي عشان الدينومينيتور عندي هنا كله 40. تمام تمام. بعد كده بقى اللي بعمل عمليه ادنج عادي خالص. تمام تمام اعملها عادي بقى عمليه الادنج. اقول والله يبقى انا عندي هنا 16 over 40 بلس 15 over 40 بلس 40 over 40. تمام تمام. واقول له ايكوال واخلي ال 40 زي ما هي تحت. بعد كده يلا اقول انا عندي هنا 16 بلس 15 ايكوال كام؟ قال لي 31. 31 بلس 40 ايكوال كام؟ قال ولا ايكوال 71. يبقى الناتج طلع عندي مين؟ 71 over 40. نروح للكويشن اللي بعده. هنا بقى العكس مدينا عمليه سبتراكتنج. اول حاجه قلت والله انا ممكن اعمل ملتبلاي للاثنين دومت في بعض، ال1 ده ماليش دعوه بيه دلوقتي. تمام تمام. يلا اقول له اول حاجه ال5 ده هي عباره عن مين؟ 1 ملتبلاي ال5 وال4 اللي عباره عن 2 ملتبلاي 2. تمام تمام. يبقى من هنا ال5 وهنا ال4. يلا ال5 قلنا ال5 وال2 او ال4 اللي عباره عن 2 و2. هات لي بقى كده الليست كومن مالتيبل. يبقى الليست كومن مالتيبل ايكوال ال5 دي ما فيش حاجه تحتها يبقى اكتب 5 مالتيبلاي ال2 ما فيش حاجه فوقيها يبقى اكتب 2 ال2 دي ما فيش حاجه فوقيها يبقى اكتب 2. بعد كده اعمل لهم كلك مالتيبلاي في بعض. 5 مالتيبلاي 2 قال لي ايكوال 10. 10 مالتيبلاي 2 قال لي ايكوال مين؟ شاطر ايكوال 20. يبقى الكومن بتاعه الدينومينيتور بتاعي كله هيبقى عباره عن 20. ال1 ده قال له عباره عن ايكوال فراكشن، الدينومينيتور هيكون 20 قال له اه، يبقى الدينومينيتور برضه هيكون 20 زي. طب 1 اوفر 4 اقول له ايكوال وخلي الدينومينيتور 20. يلا انا عندي ال4 دي خليتها 20 يعني عملت لها ايه؟ ملتبلاي 5. 4 ملتبلاي 5 ايكوال 20. يبقى من هنا برضه اقول له 1 ملتبلاي 5 اهو 1 ملتبلاي 5 ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 5. طب بعد كده انا عندي هنا 1 اوفر 5 اقول له ايكوال اخلي هنا 20. بعد كده هقول له انا عندي ال5 ده ملتبلاي مين عشان تبقى 20؟ قال لي ملتبلاي 4. يبقى من هنا برضه اقول له 1 ملتبلاي 4. 1 ملتبلاي 4 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 4. خلاص بقى عمليه السبتراكتنج هتنفع معايا عادي. اقول له بقى من هنا بقى ال1 ده بقى 20 اوفر 20 ماينس بعد كده 1 اوفر 4 قال لي والله ده بقت 5 اوفر 20. بعد كده ال1 اوفر 5 اللي بقت عباره عن 4 اوفر 20. 4 اوفر مين؟ 4 اوفر 20. واقول له ايكوال انا عندي الدينومينيتور شبه بعض بحط الدينومينيتور زي ما هو واعمل بقى عمليه سبتراكتنج. 20 ماينس 5 ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 15. 15 ماينس 4 قال لي ايكوال 11. يبقى من هنا الناتج طلع عندي مين؟ 11 اوفر 20. كده وصلنا للهوم ورك بتاعنا. انا كل اللي عايزك تركز عليه ان انت تستخدم بس عمليه الادنج والسبتراكتنج تتدرب عليهم. وبالنسبه ان شاء الله بعد كده انا عندي طبعا ده سبتراكتنج برده عايزك تتدرب عليه كتير. بالنسبه ان شاء الله عندك في اسئله في الملخص بتاعه المعاصر اللي هي بتاعه يوز بنش مارك، يعني استخدم هنا عمليه الدروس اللي فاتت اللي هي السيشن اللي فاتت والسيشن اللي قبلها نستخدمهم. بس انا كل اللي عايزك عليه تركز عليه بس الادنج والسبتراكتنج دلوقتي. تمام. وتركز وتذاكر السيشن اللي فاتت ان شاء الله كويس قوي. تمام كده. وان شاء الله في السيشن اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله بعد كده هنبقى ناخد مراجعات على المنهج كله ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن اللي جايه وليسن جديد. مع السلامه.